يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والسادة متابعينا ومشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. أهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. يوم جديد وحلقة جديدة، مجموعة كبيرة من الأخبار وموضوعات مهمة هنتكلم فيها، ولا سيما أن النهاردة إن شاء الله وفي منتصف اليوم يعني هنشهد بإذن الرحمن مباراة مهمة وبداية مشوار جديد مع النادي الأهلي. صباح الفل عليكم وصباح الخيرات عليكم. صباح الخير، حلقة جديدة فعلا، بس هي حلقة نهاية الأسبوع بقى في 10 الصبح في الأهلي. يا رب كده يبقى أسبوع علينا كلنا خير بإذن الله، وكمان على الفريق النهارده زي ما كريم قال. النهارده الساعة 4 بإذن الله هيكون الماتش الكبير اللي احنا من كلنا منتظرينه، الأهلي وسون ديب، وهو هيتذاع بالمناسبة حصري إن شاء الله على قناة الأهلي، فأي حد عايز يتابع المباراة يتفرج حصري على قناة الأهلي. بس قبل ما نبدأ كمان عايزين ننوه على فقرة السوشيال ميديا اللي هي بتكون معانا كل أربع. النهارده السؤال بقى هيكون إيه توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي وسون ديب؟ وكمان لو عايزين تبعتوا رسالة تشجيع للأهلي ابعتوا لنا. ادي السؤال هتلاقوا حضراتكم ان هو موجود، يعني ابعت، عشان في ناس بتقول لك طب انا ابعت فين؟ هتلاقوا حضراتكم السوشيال ميديا السؤال ده نازل بالظبط كده، ابعتوا لنا على البوست ده، واحنا ان شاء الله بعتت او يعني الرسائل اللي هتكون مبعوته هنعرضها ان شاء الله في الفقره الاخيره. وبمناسبه كمان خلينا نقول لحضراتكم ان احنا معانا فقره، معانا كابتن شريف عبد المنعم علشان نتكلم كده على الماتش النهارده برده من كل الزوايا المختلفه الفنيه والتوقعات وغيره. الفقره الاولى هيكون معانا كابتن شريف عبد المنعم. طبعا خبر مهم الحقيقه، فكره ان المباراه ان شاء الله سيتم نقلها حصريا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، مباراه الاهلي وسون ديب. هيبتدي الاستوديو التحليلي ابتداء من الساعه 2 ظهرا، وطبعا الماتش زي ما حضراتكم اكيد عارفين هيكون الساعه 4 عصرا باذن الله، وبتمنياتنا بكل التوفيق للنادي الاهلي ولاعيبته الرجاله. طب كمان بقى عايزه اقول لحضراتكم خبر كمان، ان اذاعه مباراه سبورتنج والاهلي هيكون في نصف نهائي بطوله الدوري المرتبط سله رجال، هنا هيكون الساعه 8 على قناه الاهلي برضو، للي حابب من حضراتكم ان هو يتابع. ان شاء الله كل التوفيق للفريق باذن الله. طبعا زي ما بنقول كتير وربنا يكتر ويزيد ويبارك، احنا تقريبا مش بيعدي علينا اسبوع غير لما بنحتفل بانجاز ما للنادي الاهلي، بطوله ما، دوري ما، قناه النادي الاهلي تحصل على جائزه احسن قناه رياضيه الى اخره الى اخره. خلونا نقول ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي تلقى خطاب من حوالي 5 ايام من مؤسسه جلوب سوكر في دبي لدعوته للاحتفاليه الكبرى اللي سيقيمها او ستقيمها المؤسسه يوم 27 ديسمبر الجاري باحد الفنادق الكبرى، طبعا بحضور كوكبه كبيره من نجوم كره القدم العالميه، واستلام جائزه النادي بوصفه نادي القرن الافريقي والاكثر تتويجا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط. وافق الكابتن الخطيب على قبول الدعوة في رده المكتوب على مؤسسة جلوب سوكر، وطبعا كانت مؤسسة جلوب سوكر طرحت استفتاء من فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة 60% للجنة الخبراء اللي شكلتها المؤسسة، و 40% من القرار بيكون لرأي الجماهير في التصويت اللي انتهى منذ ساعات. حسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة قبل الانتهاء من التصويت، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط. يا رب دايما في أفراح واحتفالات يا أهلي. كلام جميل ومحترم، ما كناش ننتظر كمان حاجة أقل من كده. مبروك علينا جميعا، ويمكن أنا بقى بشوف إن ختام سنة 2020 حلوة على النادي الأهلي كمان، يعني فأعتقد إن إحنا ما زعلناش بقالنا كمان فترة طويلة بأي خبر الحمد لله خاص بالنادي الأهلي في أي رياضة، فيا رب كده كمان 2021 تكون كلها بطولات خاصة بالنادي الأهلي على كل أو على مستوى كل الرياضات. نروح بقى الخبر، بما اتكلمنا هنا عن الفريق الأول والخبر الخاص بالنادي الأهلي اللي أنهى مرانو الأخير امبارح على أحد الملاعب الفرعية التابعة بقى للاتحاد النيجيري لكرة القدم، ده استعدادا لمواجهة سون ديب. المباراة النهاردة في 3 عصرا ده بتوقيت نيامي، طبعا حضراتكم عارفين في فرق ساعة، هيكون 4 بتوقيت القاهرة، ده في ذهاب دول 32 بدوري أبطال إفريقيا. بدأ مران الفريق ده كان امبارح بمحاضرة نظرية، ثم خاض الفريق بعدها جانبا بدنيا خفيفا قبل تنفيذ الجانب بقى الخططي، وأجرى الجهاز الفني تقسيمه بقى ونفذ خلالها الجانب الخططي. وطبعا خلينا نقول بعثة الأهلي هتعود بإذن الله منتصرة فجر بكرة الخميس إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة سون ديب، كل التوفيق إن شاء الله. طيب تعالوا بقى نروح عشان نتعرف مع بعض على المزيد من التفاصيل وكواليس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع زميلنا العزيز فاروق صلاح الموجود حاليا في النيجر. فاروق صباح الخير عليك، وطمنا كده إيه الأجواء عندك.
صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، ويومنا النهارده بيبدا من النجر ومن نيامي، وان شاء الله يكون بدايه مشوار البطوله العاشره بمشيئه الله، بدايه خير لفريق النادي الاهلي بمشيئه الله اليوم. طيب طمنا بقى اللاعبين اخبارهم ايه؟ هل في اي تفاصيل تحب تطلعنا عليها بما ان انت موجود هناك ومتابع بقى لحظه بلحظه كل تفاصيل الكواليس؟ بالفعل يا كريم، انا هاخد من كلام نهاوند زي ما اتكلمت بالامس على التدريب المران الاخير لفريق النادي الاهلي اللي كان على احد الملاعب الفرعيه التابعه لاتحاد كره القدم بدوله النجر، وهو الملعب التقني. كان المران الاخير، يعني عايز اقربك من الصوره، ان يعني ارض الملعب في اللي احنا اتمرنا عليه بالامس افضل بكتير جدا من الملعب اللي احنا هنلعب عليه اللقاء، يعني ارض الملعب احسن بكتير من ملعب اللقاء. ادى النادي الاهلي المران نقدر نقول حاله من الجاهزيه بتفرض نفسها على لعيبه النادي الاهلي، يعني ان شاء الله كل اللاعبين جاهزين. يعني عقب انتهاء المران استلم النادي الاهلي المسحه الخاصه بفريق النادي الاهلي، المسحه الطبيه الخاصه باللاعبين، ويعني تم ثبوت سلبيه مسحه جميع افراد البعثه الحمد لله. اذا الاهلي مكتمل العدد بجميع افراد الفريق ان شاء الله لمواجهه فريق سونديب في هذا اللقاء. عشان اقربك من الصوره لكواليس اليوم النهارده فريق النادي الاهلي يعني خلال بعد نصف ساعه يتناول لاعبي النادي الاهلي وجبه الافطار اللي هتكون في تمام الساعه 9:30 صباحا بتوقيت النيجر، 10:30 بتوقيت القاهره. وجبة الغداء هتكون في تمام الساعة 11:30 صباحا. المحاضرة الفنية هتبقى الساعة 1:15، ثم التحرك لملعب المباراة هيكون في تمام الساعة 1:15 إلى التحرك إلى استاد سيني كونيتشي. بالمناسبة الاستاد بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي بسبع أو ثمان دقائق. طبعا هتبقى المحاضرة الفنية اللي قبل التوجه إلى الاستاد المباراة هيكون موجود فيها مستر بيتسو موسيماني عبر تقنية الزوم أو الفيديو كونفرنس مع لعيبة النادي الأهلي ومع الجهاز الفني. عايز أقول لك إن هو متواصل بصورة شبه دائمة ومستمرة مع كافة أفراد الجهاز الفني، كيفن جونسون وكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ. أيضا هناك تواصل مستمر ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ. ان شاء الله تبقى بدايه خير النهارده للاعبي النادي الاهلي. عقب طبعا زي ما انت قلت كريم وقالت نهاوند ان المباراه الساعه 3:00 بتوقيت النيجر، 4:00 بتوقيت القاهره. ان شاء الله يعني رحله عوده فريق النادي الاهلي هتكون التحرك من ملعب المباراه الى المطار مباشره، ومن ثم تبدا رحله العوده الى القاهره باذن الله. كل الامور الخاصه بلاعبي النادي الاهلي طبعا بالامس كان الاجتماع الفني الخاص باللقاء، وتم تحديد ان النادي الاهلي هيظهر به زيه الرسمي، الرداء الاحمر في الابيض في الاحمر، بينما فريق سونديب الرداء او الزي الرسمي والمميز دي الرداء الازرق في الازرق في الابيض. بالامس كان زي ما قلنا الاجتماع الفني، وطبعا تحديد طاقم التحكيم الغاني لبعض الاجراءات الاحترازيه والمطبقه اللي بيفرضها على لاعبي الفريق، سواء لاعبي النادي الاهلي او نادي سونديب، وايضا الاجهزه الفنيه. يعني بالمناسبه لطاقم التحكيم اللي يدير هذا اللقاء وطاقم تحكيم من غانا، واحد من الحكام يعني مجموعه طاقم تحكيم من الحكام الدوليين في القائمه لقائمه الاتحاد الافريقي، بيضم دانيال لاريا 33 عام، وبالمناسبه هو محاسب اداري في احد شركات المبيعات او المواد الغذائيه. هيعاونه بول كودزو مساعد اول وكواسي اتشيمبونج، والحكم الرابع اداري عبد اللطيف. زي ما قلنا في تجديد تام من جانب التحكيم ومن جانب المنسق العام للقاء على كافه الاجراءات الاحترازيه. عايز اقول لك ان بعثه فريق النادي الاهلي طبعا بتصطحب احد العمال المسؤول عن عمليه التعقيم ومتابعه كافه الامور الخاصه بتعقيم غرف اللاعبين، المقر اللي بيجتمع فيه لاعبي النادي الاهلي سواء للاجتماعات او المطعم. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا بيشدد على هذا الامر. النقطه المهمه برضو ان حاله الترحاب اللي بنشوفها من شعب النيجر ومواطني النيجر اللي كان مجموعه منهم موجودين بالامس في مران النادي الاهلي الاخير، الجميع بيساند ويؤازر النادي الاهلي. ايضا كان مجموعه من افراد الجاليه المصريه والعربيه. كان في اجتماع ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ بالامس في مقر اقامه الفريق مع معالي
السفير نبيل مكي لبحث يعني عدد اللي ممكن يدخل من افراد الجاليه المصريه والعربيه. طبعا المباراه بدون جمهور لكن العدد هيبقى يكون محدود يعني مش لن يتجاوز ال 150 فرد سواء من مشجعي النادي الاهلي او افراد الجاليه المصريه العربيه او مشجعي نادي سونيديب. تم تحديد هذه الامور. نسبه المصريين هنا يعني عدد كبير من افراد الجاليه المصريه والعربيه. بالمناسبه كريم يعني هنا عماره يعني عماره اسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في اوائل الستينات تسمى عماره النصر، واحد الشوارع هنا في النيجر بيحمل اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. زي ما قلنا الشعب الافريقي او الطبيعه الافريقيه شاء يعني دايما بحاله الحب والود للنادي الاهلي ولجمهوريه مصر العربيه. ده يعني اللي احنا بنلمسه في كل مكان بنروح فيه سواء داخل الفندق سواء الخروج للتدريب او التواجد مع اهل ومواطني النيجر. دي كانت كل التفاصيل الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي هنا في النيجر. يتبقى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله يا كريم، ان شاء الله يا نهاوند زي ما انت قلت تكون البدايه باذن الله، والنادي الاهلي دايما بيفرحنا وتكون بدايه نهايه السنه نهايه سعيده على النادي الاهلي. ان شاء الله الفوز على فريق سونيديب في مباراه الذهاب، وايضا الفوز في مباراه الاياب، وان شاء الله الفوز على فريق الزمالك في المباراه المقبله بمشيئه الله. ان شاء الله سعداء جدا بالتواصل معاك زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي المرافق لبعثه الفريق الاول لكره القدم الموجوده حاليا في النيجر. شكرا جزيلا على كل التفاصيل الجميله والاخبار الوافيه اللي انت امددتنا بيها. صباح الفل عليك. تغطيه اكثر من رائعه حقيقه يا فاروق، شكرا ليك جدا. وانت بصراحه ما فيش معلومه ما قلتهاش، وكمان انت جايب معلومات عن النيجر نفسها كمان، مش بس تغطيه هناك عن الفريق والتفاصيل التدريب وغيره. فيعني ترجعوا باذن الله منتصرين زي ما احنا كنا بنقول يا رب. طيب احنا شايفين طبعا لو حضراتكم واخدين بالكم ورانا الجو عامل ازاي. طبعا في يعني شبوره الى حد ما، ودكتور محمود طبعا هو كان قال لنا برده امبارح تقريبا في التليفون ان هيكون في نوع بقى خلاص الشتاء داخل، فهيبقى بظاهر كمان في طبعا الجو هيكون في شبوره في الساعات الاولى من اليوم. فواضح ان الكلام اهو فعلا ابتدى يبقى ملموس على ارض الواقع. شكلها كده كمان في مطر، قول يا رب ان شاء الله تمطر. بس على كل حال خلينا نطمن كده على درجات الحراره ونرجع نكمل. وبما ان النادي الاهلي نادي عظيم ومحترم ما بيدخلش بطوله في اي رياضه غير لما بيحصل عليها، فاحنا عندنا لحضراتكم المزيد من الاخبار الحلوه اللي بتفرحنا عن النادي الاهلي. امبارح فريق رجال التنس الارضي بالنادي الاهلي تمكنوا من حصد لقب الدوري عقب طبعا فوزه في المباراه النهائيه. نجح رجال التنس الاهلي في الفوز على حساب نادي الصيد بنتيجه 5-4 في نهائي المسابقه اللي اقيم على ملعب نادي التوفيقيه، وضمت قائمه النادي الاهلي في المباريات كل من فارس زكريا، محمد عمرو، احمد منير، بلال ابراهيم، مهاب سامي، محمود عزت، راوي طارق، وبلال خالد، وزياد حامد. كمان حقق فريق سيدات النادي الاهلي المركز الثاني في بطوله الدوري بعد الخساره في المباراه النهائيه امام نادي الصيد بنتيجه 6-3. تعالوا بقى نتعرف على تفاصيل هذا الخبر مع دكتور خالد فاروق وهو المدير الفني لفريق التنس بالنادي الاهلي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور خالد. صباح الخير يا كريم. صباح الخير. ومليون مبروك والاخبار الحلوه يعني حاجه مشرفه وحاجه تفرح.
الله يبارك فيك يا كريم. الله يبارك فيك. واضح ان برضو فكره مرحله التوقف اللي كل الرياضات اضطرت تاخدها نتيجه فيروس كورونا برضو شكلها ما اثرتش قوي على رجال وسيدات النادي الاهلي اللي بسم الله ما شاء الله يعني نجاحاتهم المبهره بتوحي وكان التوقف ده ما اثرش عليهم سلبا باي حال من الاحوال. معايا دكتور خالد؟ ايوه الصوت كان راح شويه. أيوة. كنت بقول لحضرتك على واضح ان مرحله التوقف او فتره التوقف نتيجه فيروس كورونا ما اثرتش لا على رجال ولا على سيدات التنس بالنادي الاهلي بدليل ان هذه النجاحات. هو طبعا يعني روح النادي الاهلي كانت موجوده معانا في الاسبوع الدوري. البطوله ما كانتش سهله قوي يعني المره دي. الو سامعينك يا فندم، انا سايب حضرتك تكمل كلام. ليه ما كانتش سهله يا دكتور؟ موسم جديد اول مره نلعب بالتشكيل ده. انت عارف حضرتك عاملين الاتحاد لغى مسابقات كتير عشان ظروف الكورونا. الموسم ما كانش كامل فاضطر يضغط المسابقات مع بعضيها. يعني احنا ده فريق رجال فعلا، بس كان في اشتراطات ان يبقى فيه اثنين لعيبه تحت 18 ولعيب واحد تحت 16 وبنلعب 9 مباريات فرديه. زمان كنا بنلعب بفريق رجال بس وست مباريات فرديه وثلاث مباريات زوجيه، فكان بيبقى الموضوع مختلف تماما. احنا كان فريقنا فيه خبره فكنا بنتميز قوي مباراه الزوجي سواء في السيدات او الرجال. السنه دي عشان الاجراءات الاحترازيه الاتحاد لغى مباريات الزوجي فاضطرينا نلعب بـ9 مباريات فرديه. فحتى لو عندك لاعب واحد قوي بيبقى بيأثر في ماتش واحد بس، انت محتاج 9 لعيبه اقوياء عشان يقدروا يكسبوا الدرع. فدي كانت اول مره نلعب بالتشكيل ده، كان عامل زي فريق الكوره يعني. النهارده اول مره بفكر زي مدرب الكوره، احنا كل يوم بتفكر في حوالي 12 لاعب ازاي تحطوهم وازاي كل واحد هيلعب ضد اللعيب الثاني. وكان في طريقه كمان ان الاتحاد كان بيغير الترتيب اسبوعيا، فاللاين اب او الترتيب بتاع فريقك كل اسبوع بيتغير. احنا الدوري خد حوالي 10 ايام، كل اسبوع الدوري بيتغير والفريق اللي قدامك ترتيبه بيتغير، فاحنا كل يوم بنقعد نحسب هتحط فين طبعا. هنا بالتالي الحسابات بتتغير هي كمان طبعا، زائد ان الموسم كان مضغوط طبعا. احنا الفريق بتاعنا كان مخلص بطوله الجمهوريه وكان في ليست بطولات دوليه كبيره جدا. بطوله الجمهوريه في الفردي يعني احنا محمد عمرو جمعه خد بطوله الفردي واحمد منير وصل الدور قبل النهائي. يعني الفريق بتاعنا كان بينافس كمان في بطوله الفردي لغايه قبل الدوري بحوالي 3 ايام. وكان نهايه موسم مزدحم جدا، فالفريق طبعا مطلوب منه يلعب يوميا مباريات ثقيله جدا. وكان طبعا الجهاز الطبي معانا يوميا ان احنا عمالين نطمن على اللعيبه، تحاول تريح حد، هل تقدر تريح حد النهارده بس النتيجه ما تتاثرش. يعني النهارده فعلا حسيت بصعوبه انك تبقى مدير لفريق جماعي. الموضوع مش احنا بنلعب لعبه فرديه بس، كان التفكير بطريقه جماعيه جدا في الدوري المره دي. عدد الفريق كبير جدا. لا بس جميل ما شاء الله، يعني الحمد لله نجاح مدوي كالعاده، وده طبعا شيء متوقع طالما يعني حضرتك مدير فني او المسؤولين بيكونوا مسؤولين عن مجموعه من اللاعبين واللاعبات اللي بيرتدوا تيشيرت النادي الاهلي. فايا كانت الحسابات ايا كانت الاجراءات، بس ان شاء الله دايما الفوز بيكون حليف النادي الاهلي. احنا بنبارك لحضرتك وبنهنيك وبنصبح عليك مره ثانيه يا دكتور خالد. ميرسي جدا لحضرتك، اشكرك يا فندم، نورتنا. هنكمل مع حضراتكم خبر لسيدات الاهلي. فريق سيدات الاهلي هنا كره اليد بالنادي فاز على الطيران بنتيجه 35-24، ده في المباراه اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره، واقيمت المباراه على صاله النادي الاهلي بالجزيرة. وقدم الفريق كمان عرض قوي على مدى شوطي المباراة بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع اللي عندنا. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقديم هنا الأهلي على أو تقدم الأهلي على الطيران بنتيجة 18-10. وفي الشوط الثاني وصل الفريق تفوقه كمان على الطيران وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 35-24. مرة تانية بنقول كل التوفيق لكل الفرق وتحديدا هنا لسيدات كرة اليد. هم عندهم كمان يوم السبت الجاي ماتش تاني على صالة جامعة شبين الكوم بالمنوفية، فبنتمنى لهم بإذن الله التوفيق. طيب اللي من حضراتكم حابب ياخد فكرة عن الأجواء الموجودة حاليا في فرع الجزيرة تحديدا من فروع النادي الأهلي، هنعرف كل التفاصيل مع زميلتنا العزيزة نورهان طمان مراسلة قناة النادي الأهلي. نورهان صباح الخير عليكي، وقولي لنا بقى إيه الأخبار وإيه الأجواء الموجودة عندك، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة. يمكن طبعا الساعات الأولى من اليوم النهاردة شهدت توافد يعني العديد من أعضاء الجمعية العمومية،
على الامن كان في طبعا او على البوابات كان في اجراءات وتشديدات احترازيه كبيره جدا، يعني يمكن بعد الاخبار حول الموجه الثانيه من كورونا ويعني وهذه الامور، يعني كان في التزام كبير جدا من الاعضاء مع البوابات واجراءات يعني اتخاذ الاجراءات الاحترازيه اللازمه. خلينا كمان نقول انه درجه الحراره النهارده يعني العظمى 20 والصغرى 13 في شبوره مائيه خفيفه. يعني الطرق المؤديه للنادي هنا شهدت سلاسه مريه كبيره جدا في الساعات الاولى من صباح اليوم. دي كانت يعني ممكن نقول ابرز مشاهد التواجد من داخل الجمعيه العموميه هنا بنادي الفرع الرئيسي. خلينا نقول كمان او نروح للاخبار الكوره او الفريق الاول لكره القدم، يعني الثنائي وليد سليمان ومروان محسن اختبار طبي النهارده هيخدوه من اجل تحديد خدهم التدريبات الفريق القادمه بعد طبعا ما حرمتهم الاصابه من السفر مع الفريق لخوض ضربه البدايه الافريقيه النهارده بالنيجر. كمان خلينا نقول انه على مستوى الاخبار يعني بعيدا عن كره القدم واخبار الالعاب الاخرى، النهارده طبعا الساعه 8 النادي الاهلي هيلاعب سبورتنج في نصف نهائي دوري المرتبط بعد ما يعني يمكن زي ما احنا عارفين او عرفنا في الساعات الاخيره رفض اتحاد السله لتاجيل المباراه بعد ما اخبرهم النادي الاهلي باصابه 3 لاعبين وهم كل من ايهاب امين وعمر الجندي وعبد الفضيل ابراهيم. ولكن المباراه النهارده هتذاع وان شاء الله قناه النادي الاهلي يعني هتبث القناه هتبث المباراه بشكل مباشر. كمان خلينا نقول انه حاله من السعاده هنا في داخل الجمعيه العموميه بعد فوز رجال الاهلي في بدوري التنس وحصول سيدات الاهلي على المركز الثاني في الدوري امس. كمان خلينا نقول انه يعني في حاله من الارتياح بين الاعضاء الجمعيه العموميه قبل طبعا مباراه اليوم النهارده النادي الاهلي في ضربه البدايه الافريقيه الساعه 4. تمنيات كتيره جدا لاعضاء الجمعيه العموميه هنا ويعني احلام بتحقيق البطوله العاشره. يمكن كمان كان يعني غياب قفشه مؤثر شويه، يعني شفنا بعض الاحاديث الجانبيه للاعضاء هنا انه يعني هم بقوا بيتفائلوا بوجود قفشه في اي معترك افريقي. دي كانت ابرز اخبار النادي الاهلي هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا ليكي انت زميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسلة قناة النادي الاهلي الموجودة في مقر النادي بالجزيرة واجواء فعلا تحسي اجواء عيد الميلاد كده واللون الاحمر الجميل في جو كريسمس كده في المكان اللي هي موجودة فيه. فبنشكرك شكرا جزيلا. انا بحس ان دي افضل فتره في السنه، يعني اكتر شهر بحبه هو شهر 12 وبحس فعلا الناس كلها بيبقى عندها سلام كده، كله بيبقى مبسوط. جميل. خلينا نروح بقى من اخبار النادي الاهلي لمقر هنا موقع القاهره 24 وزميلتنا العزيزه روزان نصر موجوده هناك عشان تطلعنا على اهم الاخبار الرياضيه. روزان صباح الخير، صباح عليك يعني وكريم في البدايه، اتفضلي. صباح الخير عليك يا نهواند وصباح الخير عليك يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني يوم جديد طبعا وجولة جديدة في الصحف والمواقع، يعني خليني قبل ما أخدكم للجولة دي أفكر مشاهدينا بأهم المباريات النهاردة الأربع 23 ديسمبر في الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس مع إيبار في الساعة 11 مساء، في الدوري الإيطالي إيسي ميلان مع لاتيو في الساعة 10 إلى ربع مساء، في الدوري الفرنسي موناكو مع سانت إتيان في تمام الساعة 10 مساء. هنبدأ بقى فقرة الصحافة النهاردة بخبر من موقع القاهرة 24 واللي بيقول مانشستر سيتي يسجل رقما قياسيا بعد رباعية كأس الرابطة في شباك أرسنال. سجل مانشستر سيتي رقم قياسي أمام أرسنال بعد الفوز عليه بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإمارات في منافسات دور الربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية. كمان عايزين نقول أن مانشستر سيتي فازت بآخر 18 مباراة في كأس الرابطة مع تأكد وصولهم للدور نصف نهائي من المسابقة للعام الرابع على التوالي من خلال الفوز على أرسنال في 4 مباريات متتالية على ملعب الإمارات في مختلف البطولات. كمان حقق مانشستر سيتي لقب كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الماضي بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 2-2.
كمان من موقع القاهرة 24، الهداف التاريخي ميسي يحقق رقم قياسي جديد ويتخطى بيليه. حقق نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي رقم قياسي جديد في مسيرته بعد فوز فريقه على بلد الوليد في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. واستطاع فريق برشلونة أن يفوز على بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. وأصبح ليونيل ميسي أكثر من سجل أهداف مع نادي واحد في تاريخ كرة القدم وهو نادي برشلونة، وذلك برصيد 644 هدف، ويتخطى الأسطورة البرازيلي السابق بيليه الذي سجل 643 هدف. خبر محلي من موقع اليوم السابع، طلائع يجري تحاليل رابيد تيست استعداد لمواجهة غزل المحلة. يجري فريق طلائع الجيش تحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقررة لها الجمعة المقبل على استاد غزل المحلة بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري. وأغلق الجهاز الفني للطلائع صفحة مباراة مصر المقصة التي أقيمت أمس على استاد جهاز الرياضة العسكري بالجولة الثالثة للمسابقة المحلية، ويبدأ الفريق الاستعداد دون راحة نظرا لضيق الوقت قبل المباراة. خبر عربي بيقول من موقع كورة، السومة يحتفل بإنجازه التاريخي. احتفل النجم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة بإنجازه التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين، وبات الهداف التاريخي منذ إقرار نظام الاحتراف 2008-2009 بعد تسجيل هدف فوز فريقه أمام الفتح، ووصل السومة إلى الهدف رقم 127 ليحطم الرقم القياسي. كمان نظمت أسرة وأصدقاء السومة احتفال في منزله بمناسبة إنجازه التاريخي، وزينوا كل ركن في المنزل بالرقم 127، وكتب السومة عبر حسابه على انستجرام: الحمد لله، إنجاز لا ينسى، وثلاث نقاط مهمة، مبروك للأمة الأهلوية. ونشر كمان فيديو على حسابه على سناب شات وهو يطلق بالونات تم تشكيلها بالرقم 127 واسمه في الهواء، وعلق على طارت ال 127. وأخيرا من سكاي نيوز عربية، ليفربول يتحرك من أجل صلاح لكن البديل جاهز. ذكرت تقارير صحفية أن إدارة ليفربول تسعى لإقناع النجم المصري محمد صلاح بالبقاء في أنفيلد وعدم الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة بعد حواره مع صحيفة آس الإسبانية عن طريق عرض مالي كبير ومغري جدا ومساواته بنجوم أندية مانشستر في البريمير ليج. وكشف موقع جول العالمي أن إدارة ليفربول تجهز عرض كبير لإقناع محمد صلاح بالبقاء. ويتقاضى صلاح أعلى راتبا في فريق ليفربول، والمفروض هينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023، ولكن إدارة الريدز مش عايزة تضيع الوقت وفهمت محمد صلاح بشكل كبير جدا. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع القاهرة 24. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. شكرا لك يا روزان، وشكرا لك يا نورهان، شكرا لكم جدا على التغطية الأكثر من رائعة الخاصة بقناة الأهلي أو أخبار الأهلي، والخاصة أيضا بالصحف والمواقع المختلفة. ويمكن الخبر بتاع محمد صلاح ده كمان بيخلينا نرجع نقول إن الأجواء فعلا السنة دي على الكرة العالمية مختلفة بشكل كبير جدا. يمكن مش بس محمد صلاح، لا أيضا بنتكلم على ميسي، يعني حاجات كتيرة أو أوضاع جديدة إحنا كان فيها استقرار يمكن لغاية السنة اللي فاتت، لكن السنة دي على الوضع العالمي الكرة مختلفة. وضع خريطة النجوم، هي خريطة العالم بتختلف يعني مش النجوم بس. لو هنتكلم بقى خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل أخبارنا بحضراتكم. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نتوقف عند اللي مشرفنا في المحافل الدولية. عايزين نتكلم معاكم عن قصة بيج رامي اللي طبعا إن شاء الله بكرة هيوصل بعد ما توج بلقب مستر أولمبيا 2020. الحقيقة كلنا طبعا، كلنا مش بس في مصر، الحقيقة العالم العربي كله، يعني اليومين اللي فاتوا كلنا كنا مهتمين جدا بهذا الإنجاز الكبير اللي حققه بيج رامي بعد حصوله على لقب مستر أولمبيا 2020، وشفنا ازاي كل الرياضيين وكل الفنانين كمان هنوا واشادوا بهذا الإنجاز الكبير. لكن الحقيقة احنا استوقفتنا جدا تفاصيل حياة ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي اللي كانت صعبة جدا في بداية مشواره، واللي كشفها وكشف تفاصيلها بنفسه لما قال ان بدايته كانت في منتهى الصعوبة، مش زي ما ناس كتير ممكن تبقى متخيلة. قال: وانا في الجامعة فشلت في سنة
والدي الله يرحمه اتكلم معايا وقال لي في كل الاحوال انا فخور بيك جدا، ومهما حصل معاك لازم تكون دايما فخور بنفسك، والناس اللي حواليك بالتالي هيبصوا لك ويفتخروا بيك على ان انت اعظم انسان في الدنيا. رامي بيقول ان الكلمتين دول غيروا كتير جدا فيه وخلوه يقرر انه يبتدي مشوار جديد ويتحول الى انسان جديد. وقال كمان ان انا ابتديت بامكانيات بسيطه جدا وحاولت واجتهدت لحد ما وصلت في نهايه الامر ان انا اقف على مسرح مستر اولمبيا وانا ماسك الميداليه الذهبيه. وجه رساله للجميع وقال فيها خطط لحياتك على قد امكانياتك، وكل ما امكانياتك تكبر طور طموحك انت كمان. كلام محترم جدا، وزي ما قلنا مثال رائع جدا. وحاجة كانت عايزة أقول لكم قلب السوشيال ميديا هذا الخبر والتتويج كمان اللي حصل عليه بيج رامي، العالم كله كان فرحان، مش بس عايزة أقول لحضراتكم المصريين، ناس كتيرة جدا كانت فرحانة بهذا البطل اللي هنقول إن هو أكيد شرف مصر. واستوقفني كمان خليني أقول لحضراتكم هنا لو زي ما كريم، أو استكمالا للخبر اللي كريم كان بيتكلم فيه اللي هو قصة تأثير الأب كمان في ابنه رغم إن هو توفي، بس دعمه معنويا بكلمة ازاي خليته ان هو يبقى بطل. فكرة ان هو يقول له انا فخور بيك مهما حصل، دي حاجة تخلي الابناء لحد ما عندهم حافز ان هم لا طب انت فرحان بيا بس انا هخليك فعلا فخور بيا. ده كان كمان امر مدهش. بالاضافة لده ان هو اصيب كمان يا كريم بكورونا، لكن هو نجح في قهر المرض و توج بقى او توجت جهوده بالفوز بهذا اللقب العظيم. وكانت كمان لزوجته تصريح كشفت فيه على ان لم يتوقف هو عن التمرين يوم واحد، ده رغم اصابته بكورونا الفتره الماضيه، وبالرغم كمان ان هو تم استبعاده من المشاركه في بطوله اسبانيا المؤهله لبطوله مستر اولمبيا، ولم يكن امامه وقتها سوى ان هو يتلقى دعوه المشرف على اللعبة للمشاركة في مستر أولمبيا، وقرر ساعتها مواصلة التمرين سواء حصل على الدعوة أم لم يحصل عليها، لكن في الآخر هو حصل عليها وكمان فاز باللقب. ونرجع نقول ده سببه ان في اصرار، الاصرار اهم شيء اعتقد. يعني الحلم كويس ان هو يبقى موجود، بس انت لازم تصر على حلمك، ما ينفعش يبقى بس مجرد حلم. فحاجه او نموذج حقيقي محترم جدا ورائع. التفصيله اللي انت وقفتي عندها دي فعلا جديره بالتامل. ليه بقى؟ وانت بتتكلمي على فكره ان الاب بكلمه واحده او بجمله واحده عفوا خلى ابنه يبقى عنده اصرار ان هو يتحول لبني ادم جديد، يثق في نفسه ان هو مهما كان فاحنا فخورين بيك. وانت بتحكي التفصيله دي انا سرحت في كتير من الامهات اللي مثلا ايه يخاطبوا اولادهم بيا فاشل يا فاشل، او الاب اللي يقول لابنه ما انتش نافع، او يقارنوهم باطفال تانيين. صح، ده وحش جدا، ده شيء بشع بصراحه. يعني بيخلي ثقه الطفل يعني تنعدم. فليه؟ انت لازم تكون داعم لابنك. حتى في رياضات امبارح لما كنا بنتكلم في الفقره الحواريه كان بيتكلم الكابتن ان حتى لو ابنك يعني خسر في مباراه انت ما ينفعش تتخانق معاه، لان انت كده بتعلم ان هو ما ينفعش يخسر، ان الحياه كلها مكسب وخساره، بس انت لازم تدعمه. فدي نقطه كمان مهمه طبعاً جدا على مستوى الرياضه. والحقيقه ناخد بالنا تفاصيل حياه بيج رامي واللي حصل فيها يخلينا كلنا عندنا ثقه كبيره في ان الواحد فينا لما يحلم ويسعى لتحقيق حلمه ده بجد ربنا اكيد مش هيسيبه. وده اللي حصل بالفعل مع بيج رامي اللي وصل بحلمه من قريه السبايع في كفر الشيخ الى مستر اولمبيا 2020، طبعا بعد عده مشاركات سنويه واحتلال مراكز مختلفه كل عام، حتى وصل للمركز الاول وحصد اغلى ميداليه واغلى لقب في عالم كمال الاجسام على الاطلاق. خليني اقول لحضراتكم برضو اشاد بيج رامي بالدعم المعنوي اللي ناله من الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه اللي كان بيتابعه واتصل بيه كمان قبل انطلاق البطوله، وكان من اوائل المهنيين ليه بعد التتويج. وكمان عرفنا ان هيكون هناك استقبال خاص لبيج رامي في المطار ان شاء الله لما يوصل، وهيوصل بكره، وهيكون الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه في استقباله، وعدد كمان من ابطال رياضه كمال الاجسام من اجل طبعا تكريمه على الانجاز التاريخي اللي تحقق للمره الاولى في تاريخ الرياضه المصريه. طيب احنا عايزين مزيد بقى من التفاصيل، خلينا كده نروح لدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه. دكتور صباح الخير على حضرتك في البدايه. صباح الخير عليك يا هوندا، وصباح الخير عليك يا كريم، صباح كل اراده وتحدي واصرار ونصر وفوز وبطولات. حقيقي صراحه فوز بالدرامي في مستر اولمبيا كل دروس مستفاده. دروس مستفاده لينا كلنا، يعني انا على المستوى الشخصي كمان بالنسبه لي دروس مستفاده كبيره جدا جدا يعني. ولكن خلينا نهني انفسنا ونهني الشعب المصري ونهني كل العرب كمان يعني. صحيح. مستر اولمبيا بيج رامي حاله فريده،
يعني هذه هذا اللقب بيساوي كده زي كاس العالم في كره القدم يعني في لعبه كمال الاجسام حاجه كده يعني ما يعني لم تتكرر يعني ان شاء الله بيجرام يكررها ويطلع عندنا كمان ابطال في لعبه كمال الاجسام يكرروا هذا الانجاز. طبعا دكتور اشرف صبحي كان دائما وعدنا في تواصل مستمر مع بيجرام. معلش دكتور محمد ممكن استاذن حضرتك انا الصوت مش سامعاه كويس، انت سامع الصوت كويس؟ لا يعني يعني في مشكله عندي في الصوت شويه. الو سامع دكتور محمد؟ طيب دكتور محمد ما اتفضل. الو اتفضل يا فندم سامعين حضرتك اتفضل. طبعا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان على تواصل دائم ومستمر وكان هناك دعم معنوي كبير من الدكتور اشرف صبحي للبيج رامي كان على تواصل بالفعل معاه وان شاء الله هيكون في استقبال لائق لبيج رامي بكره في مطار القاهره. تمام. وان شاء الله هيكون في حفل تكريم كبير كمان ان شاء الله هتنظمها وزاره الشباب والرياضه. طيب قبل ما اروح مع حضرتك بقى للاولمبيات المحافظات الحدوديه لان انا برضو ده ملف عايزه اتكلم مع حضرتك فيه، انا عايزه اروح زي ما بديت حضرتك حديثك والكلام عن ان احنا عندنا نماذج كتير بصراحه محترمه من هذا الشكل ولكن يمكن ما وصلوش لسه للعالميه، ازاي ممكن يا فندم احنا نهتم برضو بالكوادر المصريه المختلفه اللي موجوده على مستوى الرياضات المختلفه برضو مش هقول رياضه بعينها اللي هم فعلا لديهم من القدره ان هم يرفعوا اسم مصر عالميا ولكن ربما ما بينقصهم شيء انا مش عارفه ايه هو، بس اكيد حضراتكم كوزاره شباب ورياضه متابعين هذه النماذج، فخليني اروح مع حضرتك للنقطه دي. بالفعل احنا حاليا وزاره الشباب والرياضه بتعمل على ايجاد واكتشاف المواهب الرياضيه في مختلف الالعاب. عندنا مشروع كبير اسمه المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي. ده بيشتغل بشكل كبير على انتقاء واكتشاف المواهب في مختلف الالعاب. احنا مش بس بنكتشفها وبندعمها وبنفضل وراهم لحد ما يبقوا ابطال كبار كمان. وبالفعل في نماذج ناجحه من هذا المشروع بدات تكون نوالة من منتخبات مصر المختلفه في عدد من الالعاب اللي بيتبناها هذا المشروع. ده مهم جدا. صحيح. فبالتالي دلوقتي الفكر عندنا بقى مختلف شويه، بقى متطور، احنا اللي بقينا ندور عليهم. وزاره الشباب والرياضه بتمد ايديها لكل بطل وكل موهوب عنده موهبه في لعبه معينه، لا احنا بنتبناه وبنرعاه وكمان بنقف وراه لحد ما يكون بطل ويرفع رايه مصر ان شاء الله في مختلف المحافل الدوليه. جميل جدا. طيب انت عايز تسال أنا حاجه سؤال بس هو يعني بس هو مش سؤال قوي. اولا صباح الخير دكتور محمد وبنهني حضرتك وعندي استفسار كده بسيط. احنا سمعنا ان بكره ان شاء الله بعد استقبال حضراتكم لبيج رامي بعد عودته بالسلامه ان شاء الله انه هيكون موجود على متن حافله مكشوفه وان الحافله دي او الاتوبيس ده هيجوب شوارع القاهره انتهاء بقريته او بمحل اقامته، فالى اي درجه الكلام ده دقيق وصحيح؟ والله انا مش هقدر اكده ولكن اللي انا اقدر اكده لحضرتك ان وزاره الشباب والرياضه بتجهز حفل لرامي كبير جدا هيليق بالحدث او بالبطوله اللي حققها كبطل من ابناء مصر قدر يحقق انجاز يضاف لهذه الرياضه المصريه. طيب انا قبل ما اروح لاولمبيات المحافظات الحدوديه انا بس معلش اسمح لي هرجع تاني لملف بيج رامي وعايزه اسال هو بيج رامي هل هو تم اصلا يعني اعداده في مصر؟ انا حسب معلوماتي برضو ان هو كان قاعد فتره في الكويت وتلقى هناك يعني الدعم الى حد ما ولكن هو حتى لما قرر يلعب لعب باسم مصر، فطبعا ده شيء محترم جدا بس اكيد مصر كان لها دور برضو كبير جدا في وصوله لهذه النقطه، فلو حضرتك تكلمني على الحته دي اتفضل يا فندم. بيج رامي ابن مصر ومصر اللي وقفت جنبه ومصر اللي وصلت له اللي هو فيه ما اختصرش. يعني هو ما روحش ما كانش بيتمرن في الكويت اصلا؟ هو اكيد 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 يعني اي بطل او في بيبقى في مراحل تدريبيه مختلفه بيبقى في معسكرات داخل مصر في معسكرات خارج مصر، مش كل ان هو التحق باي معسكر خارج مصر او اقيم له معسكر في اي بلد اخرى يبقى البلد هي اللي تبنت له. رامي ابن مصر ومصر اللي هو جنبه ومصر دائما وابدا بتقف وراء ابنائها حتى يكونوا يعني هو يعني ايه يعني دي مصر اللي بتسيب ولادها مش بتسيب شبابها دائما وابدا داعمه بشكل كبير لكل ابطالها الرياضيين في مختلف الالعاب.
طيب دي نقطة كويسة. النقطة الثانية الأخيرة عايزة أروح حضرتك بقى لأولمبياد المحافظات الحدودية، كانت تقريبا من يوم 19 ديسمبر اللي انتهت كمان أمس، فكلمنا عن دي دكتور محمد اتفضل. أولمبياد المحافظات الحدودية يمكن أقيمت من يوم 19 ليوم 23 ديسمبر الجاري، وكانت ما بين ست محافظات، يعني محافظة أسوان والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء وجواد الجديد. كان في تنافس فيما يقرب من 9 ألعاب، يعني تنس الطاولة والشطرنج والسباحة والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية والكرة الطائرة جلوس لذوي القدرات والهمل، وكمان كرة القدم الخماسية وألعاب القوة. فاجت الأولمبيات محافظة البحر الأحمر حققت 14 ميدالية متنوعة منهم 8 ذهب. خلينا نقول كمان ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه افتتح هذه الاولمبياد في نسختها الثانيه واللي استضافتها شرم الشيخ بحضور اللواء خالد سوده محافظ جنوب سيناء، وايضا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزمرلوط محافظ الوادي الجديد. الهدف من هذه الاولمبياد هو التقارب وتبادل الثقافات، وكمان كان هناك على هامش هذه البطولة عدد من الفعاليات والمبادرات زي مبادرة مصر الكل الغرفة ومبادرة أهل مصر، وكمان أقيم على هامشها معرض كبير جدا للحرف اليدوية لأبناء المحافظات الحدودية، واللي أقام هذا الماراثون أندية المرأة والفتاة في مراكز الشباب أو المتحققين مراكز الشباب في هذه المحافظات الحدودية. طيب ده كلام محترم، شكرا ليك جدا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، شكرا ليك. إن شاء الله يبقى استقبال حلو بكرة، والناس كتيرة جدا منتظرة عايز أقول لك، وعلى طبعا تويتر طبعا برضو لو دخلت كتبت بيج رامي هتلاقي بقى ناس كتير قايلة هو هيوصل الساعة كام، احنا عايزين نبقى موجودين. يعني معرفش موضوع الحافلة اللي هتبقى مفتوحة دي هتبقى بجد ولا لا، غالبا غالبا كده والله أعلم. وبتهيألي يعني اتأكدت من خلال إجابة دكتور محمد الشركة الراعية هي اللي هتعمل كده، بس كل الأحوال هو جديد باستقبال حافل في كل صحيح، دي حاجه كويسه جدا، فان شاء الله يبقى استقبال يليق بيه، وان شاء الله زي ما دكتور محمد قال يبقى عندنا ابطال ونماذج زي كده كتيره جدا مصر تتبناهم، لان احنا عندنا هذه الكوادر، وبالاهتمام اكيد والدعم هيوصلوا للعالميه، احنا ما عندناش شك في هذا الموضوع. طيب تعالوا بقى نروح لجوزيف بلاتر اللي الحقيقه بقاله فتره بيعيش مرحله عاصفه جدا من حياته سواء الشخصيه او حتى المهنيه. قضيه جديده بتواجه جوزيف بلاتر اللي حصل كالاتي: الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا قدم شكوى جنائيه ضد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر، واتهموه بسوء الاداره الجنائي كده بالظبط زي ما بقول لحضراتكم، ودي الكلمات اللي جاءت في هذه الشكوى. السبب يتعلق بمتحف لكره القدم موجود في مدينه زيورخ السويسريه، قالوا ان في 500 مليون فرنك سويسري، وده رقم بيعادل حوالي 564 مليون دولار، تم انفاق هذا المبلغ الضخم على المتحف اللي تم افتتاحه عام 2016 في مبنى مستأجر وتم تجديده في وسط مدينة زيورخ، وهي أموال كان من الممكن بل ومن يعني الضروري أن تتم توجيهها لتطوير كرة القدم العالمية. المتحف ده هو مشروع وفكرة بلاتر، وكان بيدعم إقامته بمنتهى القوة، وأشار الاتحاد الدولي إلى التورط المباشر لرئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر مع أشخاص آخرين فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالاتفاقيات اللي تم توقيعها ذات الصلة بهذا المتحف. أشار الفيفا إلى أن 140 مليون فرنك سويسري دخلت مبنى لا تملكه المنظمة لأنه مستأجر بطبيعة الحال، وأن 360 مليون فرنك سويسري أخرى تشكل إيجار المبنى حتى عام 2045، وهي صفقة تمت بشروط غير مواتية مقارنة بأسعار السوق القياسية. طبعا بيخضع بلاتر أيضا لتحقيقين فيدراليين سويسريين بشأن فترة رئاسته والأمور المالية في الاتحاد، ويعني الحقيقه زي ما كنت بقول لكم كده فتره عاصفه جدا من حياته ومن بس بتكشف الحقيقه طبعا. فيعني ختامها كويس يعني الى حد كبير، والشفافيه اللي فيها مطلوبه صح هو ده. ويمكن احنا بقى بنتكلم لغه ارقام، خلينا نروح للخبر اللي جاي كمان. اعلن المنظمون لاولمبياد طوكيو ان التكلفه الاجماليه لاولمبياد طوكيو 2020 اللي هي مؤجله طبعا للصيف المقبل ده بسبب فيروس كورونا المستجد هتبلغ كام بقى؟ 1.644 مليار ين، يعني راح نتكلم بالدولار تقريبا 13 مليار يورو. دي الميزانيه الجديده بتزيد كام بقى؟ تقريبا مقدار 294 مليار ين. هنتكلم يعني
2.3 مليار يورو. بص الارقام عن ايه المليارات اللي انتوا بترتشيها يعني هي بتاعتنا يا ريت عن الميزانيه السابقه اللي تم الاعلان عنها قبل عام. في فرق طبعا يعني ضخم. بالتالي هنا بنقول سيصبح اولمبياد الصيف المقبل بطوكيو هي اغلى العاب اولمبيه صيفيه في التاريخ. لان خلينا ندي مثل مثلا يا كريم، اولمبياد لندن 2012 بلغت 12.2 مليون يورو. شوف بقى الفرق قد ايه. فيعني هتعد الاغلى، فهو فعلا ارقام كبيره جدا تلفت النظر. كمان من طرائف الملاعب اتهام لاعب بعض لاعب اخر من الفريق الخصم. اتهم الاتحاد الانجليزي لكره القدم اللاعب الدولي الكولومبي جيفرسون ليرما لاعب بورنموث بعض احد لاعبي الفريق الخصم. الكلام ده حصل خلال مواجهه بورنموث امام شيفيلد وينزداي، واللي انتهت بخساره فريقه في الدقيقه رقم 83، وحينها قام لاعب الوسط الكولومبي بعض احد لاعبي الفريق المنافس. وقال الاتحاد الانجليزي في بيان اصدره: لاعب الوسط ارتكب فعلا عدائيا بعد قيامه بعض احد لاعبي شيفيلد وينزداي خلال مواجهه الثالث من نوفمبر الماضي في بطوله الشامبيونشيب، واعطوا مهله لجيفرسون ليرما لغايه بكره ان شاء الله الخميس 24 ديسمبر عشان يرد على هذا الامر. ووفقا لرد النادي نفى اللاعب هذه الاتهامات، واضاف ان لاعب الوسط تعاون مع الاتحاد الانجليزي في التحقيق حول هذه الواقعه، لكن لسه في كلام اكيد هيستجد من الاتحاد الانجليزي بكره ان شاء الله على هذه الواقعه المؤسفه والغريبه والطريفه في نفس الوقت. طيب دي كانت اخبارنا، الفقره الاولى خلصت، بس هنروح فاصل طبعا وهنبدا بقى الفقرات الحواريه. بس بفكر حضراتكم تاني عن فقره السوشيال ميديا اللي هتبقى معانا في اخر تقريبا تلت ساعه من حلقه النهارده. توقعات حضراتكم ايه لنتيجه مباراه الاهلي وسون ديب، ولو في رساله حابين ان انتم ترسلوها لتشجيع الاهلي. هنروح بقى فاصل يا كريم، وهنرجع مع يعني العزيز جدا والزميل مش عارف اقول ايه، بس النجم النجم الاهلي الاسبق كابتن شريف عبد المنعم هيكون معانا في الفقره الاولى بس بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم، واول فقره حواريه معانا، وزي ما بنقول لا صوت يعلو على صوت المباراه النهارده بين الاهلي وسون ديب في ذهاب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا وبدايه المشوار الافريقي بالموسم الجديد. خلينا نرحب بكابتننا العزيز جدا كابتن شريف عبد المنعم نجم الاهلي الاسبق. صباح النصر، صباح الجمال، يوم جميل دايما بتطلعوا علينا كده الصبح بتدونا امل ان شاء الله. يا رب امل جميل ومعانا منورنا ومشرفنا. وعايزين نبتدي مع حضرتك من حيث المبدا كده، فريق اسمه مش مطروح، مش عارفين عنه تفاصيل كتير، ما ملوش تاريخ، فريق جديد حتى حسب تصريح رئيس النادي نفسه. هل بتكون المهمه صعبه لما النادي الاهلي بيلاعب فريق مش معروف له خلفيه معينه على عكس الفرق الثانيه اللي انت عارف تاريخها وعارف حجم قوتها وحجم امكانيات اللعيبه بتاعتها، ولا ما بتفرقش؟ لا، اي مباراه كريم بتفرق، اي مباراه خارج ارضك كمان بتفرق اكتر. الظروف، طبيعه الملاعب اللي انت بتلعب عليها، طبيعه الجو، تغيير المناخ نفسه، بالرحلات، ممكن اي حد يجي له فلو، يجي له يتعب، يعني بتتعرض انت لحاجات غير ما تبقى عايش هنا في بلدك وبتعمل معسكر صغير وفي كنترول على كل حاجه. يعني بالنسبه للتاريخ بتاع الفرقه اللي انت بتلعبها، ده بيديك ثقه اكتر انك انت تبقى مش رايح يعني الآن، ولان انا بحب الاقي فرق كبيره. يعني مع النادي الاهلي دايما تلاقيه مركز وعنده نتائج كبيره قوي مع الفرق الكبيره. طبعا الفرق الصغيره دي ما تبقاش عارف حساباتها، مش عارفها. من 2013 تاريخهم اشتركوا 3 مرات في البطوله، كبيرهم لعبوا مع زيسكو الافريقي تعادلوا مره 0-0 واتغلبوا 1-0. فده التاريخ اللي انت تقدر تذكره للفريق زي ده، انما ما تعرفش الاعمار السنيه بتاعتهم شكلها ايه، شكلهم ايه على ملعبهم. ده المفاجات انت بتعرفها بعد 10 دقايق من المباراه، انما قبل المباراه وهنقعد نتكلم وانا هقول لك اصل النادي الاهلي ده هو. طبعا النادي الاهلي هو كل حاجه، انما في بيبقى احتياطات واجبه للاعبين نفسهم مع نفسهم في الاستحواذ في الملعب وتنفيذ مهمه نخلص من المباراه، ما نحطش نفسنا في اي مأزق. يعني فبتعوق حاجه واحده بس، ارضيه الملعب. لما تبقى ارضيه الملعب مش كويسه، واحد يجي يقول لك ايه عليا وعليك، يعني ما يعني ايه عليا وعليك. ده اللي سمعناه على فكره من زميلنا فاروق، كان بيقول ان التدريب امبارح كان على ارضيه ملعب احسن بكتير من اللي هيتلعب عليه الماتش النهارده. ف
انا بخافش على فريق النادي الاهلي الا من حكايه الارض دي، انما لو بتلعب على ارض سويه كويس بتطلع امكانياتك، الفوارق اللي انت كنت بتتكلم عنها طبيعيه جدا، بتقدر تحركاتك، بتقدر لو في الخطط بتاعتك والتكتكس اللي انت دايما بتلعب بيهم تبقى عندك حريه في التنفيذ، عندك اداء حتى بين اللاعبين، ما فيش حد يجي له ايه يزهق وهو بيلعب يقول لك يو انا مش عارف امسك الكوره، انا وحش النهارده، وهي طبيعه الارض او طبيعه المناخ اللي هو فيه هو اللي مش مساعده. فباذن الله يعني نتغلب على الحاجه زي دي، ويبقى في بقى يعني عندنا احنا بلغه الكوره بقى في عندنا بنتدخل جراحيا بقى بالتصويبات من بره الملعب، بالاحتفاظ اي هجمه بتبقى لازم نستثمرها كويس قوي، تركيز يعني كل ده بيخلصوا في حكايه التركيز يعني. طيب حضرتك قلت ان هو نادي ربما يكون يعني مجهول الاداء بتاع اللعيبه بتوعه وغيره ان هم ما شاركوش بمشاركات كتيره، ولكن هل ده كمان يعني مجهول لدى المدير الفني؟ يعني انا اتكلم هنا على موسيماني، طبعا هو مش موجود ولكن هناك من يحل محله، فحسب برضو ما احنا نعرف ان بيكون في دراسه لكل لاعب وللفريق بشكل جيد قبل اي مباراه بياخدها موسيماني، فهل حضرتك بتعتقد برضو ان ممكن ربما بعض التكتيكات الماتش ده تحديدا تكون غايبه نقول ان النادي جديد او ان هو ما شاركش قبل كده كذا بطوله؟ بص يا هوند، بالنسبه لاي مدير فني بيحاول يستغل النقطه اللي انت قلت عليها دي، ان هو ما عندوش الخبرات دي، ما عندوش اي حاجه، استغل يخش يهجم. وهرجع انا وانتوا ايام ما كنا قاعدين انا وانتوا يوم الوداد هنا، ايوه الراجل هجم ولعب وجاب المباراه ورجع بيها وكسب هنا في مصر، فده المفهوم بتاع مدير فني انت بتكلميني عليه، ربنا يديله يعني يقومه من الكورونا دي. فهو عنده حته الاتاكينج بره وجوه ملعبه، عنده معلومات يقدر يديها للعيبه بترفع الثقه بتاعتهم ان هم يقدروا ينفذوا اللي في دماغه. ودايما احنا بنقول المدير الفني لو نجح مع لعيبته ينفذوا بس اللي في دماغه 70 80% بيبقى دي حاجه كبيره جدا، لانك انت معرض في اي وقت في اي مباراه ديك لعيبه ضد المحله ما حصلكش زيارات يعني وفي ناس هجمت عليك وكانت حاجه ممكن تجيب فيك جول، لا لازم بيحصل الكلام ده، لازم الكونتر اتاك ده اخطر ما في الحكايه، ولازم نعمل حسابات الشباب اللي هو بيبقى في الفرقه المجهوله اللي احنا بنتكلم عنها. في دوكيمنت وكل حاجه هنمشي وراها، اللي هو ماتش زيسكو ده الوحيد اللي انا بكلمك عنه، انما ما اعرفش ايه التغيرات اللي حصلت، يمكن في لعيبه مشت ولاعيبه جت، بتبقى صعب عليك قوي انك انت في يعني الفرق اللي هي انون دي ان احنا نركز قوي بيلعبوا ازاي، بيعملوا ازاي، هيعملوا ازاي ايه معانا. فهو بيلغي كل ده وطمن الناس ان هو اللي بيعمل الاتاك، هو اللي بيعمل الضغط بره ملعبه يعني وجوه ملعبه، بيخلي لعيبه النادي الاهلي هي اللي تضغط على النادي عشان تفقدهم التركيز ما يقدروش يلعبوا اي كره عاديه. دي فعلا استراتيجيه اللي شفناها. بس يعني فكره كمان ان موسيماني مش موجود وفكره غياب بعض اللعيبه الاساسيه، بتكلم على ربيعه وقفشه والسوليه، عندك 11 واحد بره. لا ويعني بنتكلم كمان اصابات كورونا تحديدا، فيعني هل نفسيا حضرتك شايف ده ممكن ياثر ولا الموضوع مش كده خالص؟ يعني انا وانت بنتكلم ان بنلعب كل 3 ايام ماتش، فبتاعت في لعيبه بنحاول ندور القصه كلها، ده ياخد شويه وده ياخد شويه وده لازم هيلعب، وده للاصابات العاديه مش الكورونا، للراحه يعني، ما نخليش نقول ان احنا عندنا غيابات فعليه، غيابات فعليه وكل حاجه مؤثره، وواحد زي قفشه مثلا، واحد زي السوليه، دول عنصرين دلوقتي شغالين في الميكانيزم بتاع الفرقه، بيريح ديانج اللي لسه جاي من اصابه برده، بيريح حمدي فتحي، بيريح خط الهجوم كمان بتاعنا احنا بنلعب بيه. انما عندنا الناس اللي هي موجوده اللي احنا احتفظنا بيهم اللي هم عندهم خبرات دلوقتي في المجال الافريقي ومجال الدوري العام ومجال المصري، عندهم كوره، فبيبقى تايم الوقت، انزل بقى اثبت الوقت اللي انت لما بتيجي تقول له فلان انزل العب، لا ما كنتش هتلعب قدام المحله، ما كنتش هتلعب قدام، وانت هتلعب امتى؟ هتظهر امتى؟ فاحنا بنطالب بالناس دي لما تلعب بقى خلاص عندكم فرصه رهيبه، يعني ربنا بيبعت لكم فرص انك انتوا تدوا احلى ما عندكم. نجح في الموضوع ده محمد شريف، يعني محمد شريف اثبت لنا ان هو يستطيع انه ينافس، يستطيع انه يبقى موجود، يستطيع انه يهدف، فهو ده الامل اللي احنا كلنا في اولادنا اللي احنا بنتمنى ان هم يكونوا في اتم صحه باذن الله، العمليه تكمل. انما ما فيش مانع ان في ناس هتصاب او اي حاجه هتخرج بره، بس انت عندك نفس الشكل، نفس التدريب، نفس المفهوم، نفس اللعيبه فاهمه الدنيا، تيشيرت الاحمر شكله ايه، وساعات بقى كل ده بيتلغي تحت عنوان التيشيرت الاحمر. اكيد اكيد، وروح الفانيله الحمراء. طيب على ذكر الجانب النفسي كابتن شريف، مدرب فريق سوني ديب كان ليه تصريح كده قال من خلاله ان هو زملكاوي الهوى او زملكاوي النزعه، وانه هيفوز على النادي الاهلي،
فهل العبارة دي ممكن تؤتي ثمارها فيما يتعلق بمسألة استفزازنا، ولا في إطار الكلام اللي متوقع أنه يتقال يعني قبل مباراة من النوع ده؟ هو حق مشروع أنه يأمل لنفسه أنه يكسب، يعني ما مش هنقدر نحرمه من الكلام. كمان أنت تحرمني من الكلام كمان؟ مش غلط يعني. بس نوع الكلام ما ممكن يبقى فيه كلام برضو ايه مستفز حبتين. هو عكس موسيماني. موسيماني ما كان بيجي لعبك هنا بصن داونز يقول لك ايه النادي الاهلي ده فريق كبير احنا ما نقدرش نكسب النادي الاهلي، وبيعمل نتائج عظيمه قوي مع النادي الاهلي. انت بقى سيكولوجيه مدربين يعني، او المتاح بالنسبه له انه يبقى في بؤره الضوء. طب هل دي فيها اشاره باي حال من الاحوال الى عدم ثقه في النفس، ولا مش بالضروره؟ او بس الثقه، او بس الثقه في اللعيبه بتاعته ممكن، يعني ما اقدرش اخدها اكتر من كده. أوكي. عدم الثقه دي يعني تقديرا لحجم بطل افريقيا، يعني عدم الثقه انك كده بتلعب بطل افريقيا، سيبك مين هو ان هو بطل افريقيا في الوقت الحالي اللي هو راح يلعبه واول مباراه ليه، ودي تودي على المجموعات على طول. فهو نفسه يعني حق مشروع قلت لك بالنسبه له ان هو يامل يعني. جميل. طيب لو هنتكلم برضو عن موسيماني، احنا لسه بنتكلم عن او في هذا الملف، وفكره هنا برضو احنا خلاص هو جه على بطوله معينه والحمد لله الاهلي فاز فيها، ودلوقتي بنتكلم في موسم جديد، هل ممكن نقول ان في فكر جديد، في ضغط اقل الى حد ما، فبالتالي هينعكس على فكره هنا التكتيك في الملعب، فكره برضو مش الهجوم من اول دقيقه؟ يعني انا بسال حضرتك وجهه نظرك هتبقى ازاي؟ وجهه نظري انا البطل دايما تحت ضغط على طول. مباراة سهلة، مباراة في الدوري، مباراة في أفريقيا، مباراة نهائي، الراجل ده جه على مباريات مصيرية. من الجميل قوي ان انتوا الاثنين تبقوا بتواكبوا معانا وش حلو مش كده؟ صباح الخير. ما نقدرش ننكرها ما نقدرش ننكرها ان وشكم حلو علينا كمان، احنا خدنا بطولة أفريقيا وخدنا الدوري وخدنا الكاس الحمد لله. يبقى كمان المدير الفني اللي جاي ده ليه لا ان يكون هو كمان حظه حلو، صح، يواكبه حظ حلو، يواكبه راجل بيشتغل 24 ساعه، تخش تلاقيه فاتح اوراق وبيدرس وبيعمل بيشوف اللعيبه وكلام من ده، وفي نفس الوقت ربنا بيكافئه ويبقى ربنا راضي عليه وعلى المكان اللي هو موجود فيه. فدي برده حته عندنا نفسيه بقى. ايوه احنا لما بنبقى حاسين ان في رضا كده في الحكايه كلها الدنيا بتمشي طمانينه يعني. طمانينه. فهو الراجل ده من النوعيه دي الحقيقه، تحس انه راجل طيب، راجل بيحب الحكاية، صحيح. بيحب النادي الأهلي قوي. صحيح. فهو ماشي معانا لحد دلوقتي بدون تقييم يعني. هو كويس قوي يعني، احنا شايفينه مننا وفيش غربة. كابتن شريف لقراراته يعني دايما بتلاقي ان في استحسان حتى من الجماهير نفسه، بعيدا بقى عن مجلس الاداره والمسؤولين عن الفريق الاول لكره القدم. زي مثلا فكره اعاده المعارين صغار السن، زي فكره الاستعانه بالناشئين وتصعيدهم. برافو عليك. يعني النوع ده من الامور برضو بيطمن الواحد على المدرب بتاعه، او بيعمل اللي في عقلك. صحيح. اللي بتدور عليه. صحيح. اللي الناس بتتكلم فيه على القهاوي بتتكلم فيه في الروحات، يقول لك ما احنا عندنا كذا كذا وعندنا كذا كذا. يعني هو بقى بينفذ دفع، هو بيعمل الطبيعي اللي هو مطلوب من اي مدير فني ذكي او اي مدير فني حاسس بقيمه المكان اللي هو فيه. عندنا مديرين فنيين في العالم كله. يعني انا بتفرج على فريق ارسنال مثلا، فرقه بتلعب كويس قوي وبتتغلب، بتلعب كويس قوي في حته تايهه. لا مش عارف بقى تشيلها للمدير الفني ولا تشيلها، هي فعلا حاجه غريبه جدا. ولا تشيلها للفريق ولا تشيلها للاداره، حته كلنا بنحط ايدينا فيها، لازم كلنا نقف قدام بعض ونصارح بعض. عشان كده بقول لك من الجميل جدا انك انت لما تقعد في واحد جه فتره قصيره قوي واندمج معاك بسرعه قوي وشاركك في كل حاجه حتى في الكورونا. ربنا يشفي يا رب. ربنا يشفي الكل. انا مش عارفين الدنيا على فين يا رب، بالسرعه علينا يا رب. طيب انا كابتن شريف، طب انا هاخد بقى كابتن شريف المرحله اللي هو شخصيا كان متالق فيها جدا على ارضيه الملعب. بتشوف مين يا كابتن شريف من اللعيبه الموجودين حاليا في من ستايلك، في من روح لعبك انت شخصيا؟ بس بقى كريم ما تحرجنيش. الكلام ده كتير. ناخد فكره انت شايف الصوره ازاي؟ فيش يا كريم طبعا. انا قلت كده والله. السؤال ده مش المفروض يتسال يعني. اي حد. بالعكس ده في محله جدا. اي حد في الملعب، بس طريقه اللعب اختلفت. يعني دلوقتي بنلعب 4 3 3. احنا النهارده 4 2 3 1. سايبين واحد لوحده يا عيني وبيحاولوا يعوضوه بالاطراف اللي انا كنت بلعب منها في الاطراف دي. وانا على فكره كنت بلعب طرف وبنزل نص ملعب وبروح ناحيه الديفندر الباك واخد الكوره بس احنا كان عندنا حاجه اسمها السرعات. ما مش عايزين الشكل الجمالي، الباس باس 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 باس.
بس 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 دي لما بنبقى كسبانين 2 3 4 يعني كنا نروح يتفرجوا علينا يقول لك هيكسبوا كام النهارده، بس نفس الوقت يكسبوا كام النهارده دي لان كانت فرقه الحقيقه كل واحد مش هقول لك بفرقه كل واحد عنده من التالنت القوي جدا ومن الامكانيات اللي هي تقدر تلعب جنب الخطيب جنب مصطفى عبده مثلا جنب طاهر الشيخ جنب مختار جنب صفوت، دول لعيبه كانوا قدوا بعض في الدماغات يعني في الكوره ازاي يتعاملوا بيها ازاي يفكر وينفذ، فكلهم كانوا زي بعض. ولما بيجي اي حد عليهم بياخد مصطفى عبده مثلا جند كابتن محسن صالح بقى الاثنين دويتو، بعدها راح مجند مشي محسن صالح قعد يطبطب كده على خالد جد الله ويقول تعالى عشان يضمن السرعات باص اللي كانت بتتعمل له والسرعات اللي هي موجوده، سرعات مصطفى عبده ورؤيه مصطفى عبده وسرعات يعني من ناحيه الشمال. فانت النهارده انت بتقولي مين اللي هيبقى زيك؟ احنا الشكل كله اتغير مش عارف يعني لغايه ياسر ريان مثلا كان في حته الوينج ليفت اللي بيلعب يعني السرعات اللي موجوده من الحته دي، بعد كده انا ما شفتش بقى غير دلوقتي رمضان صبحي مثلا على فترات اللي هو المهاجم اللي بيعمل اتاكينج على الباك وكل اللعيبه بتعمل، حسين شحات بيعمل كده، كل الدنيا بتعمل، المفهوم موجود بس الشكل التاكتكس والمضمون بتاع الخطه اللي بيتلعب بيها دلوقتي اتغيرت تماما يعني. طب كلهم شيف عبد المنعم يا ريت يا ريت يبقوا كلهم شيف عبد المنعم، يا ريت يبقوا كلهم الخطيب، يا ريت يبقوا كلهم مصطفى. لا هو جيل فعلا قوي ودلوقتي في نماذج برده فعلا كويسه جدا، وجيل محمد بركات وابو تريكه والناس دي برده كان جيل عظيم بقى جدا كان متكامل ما شاء الله الله اكبر. طيب كابتن شريف هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله، كلنا ثقه فيكم بلا حدود وان شاء الله تبقى العشرة عاوزينها زي ما جبتوا لنا التاسعه كده بجداره، وان شاء الله تكون بدايه موفقه ان شاء الله للعيبه والجهاز الفني بقياده موسيمان. نعتمد طبعا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، احنا لسه واخدين البطوله التاسعه من قريب ولسه محتاجين ال10 و11 و12، نعتمد طبعا على الجهاز الفني كليا ان هو اللي اساسا بيبقى بيدي الطاقه كليه للعيبه، فبنعتمد على الجهاز الفني اكتر يعني. اولا بنهنئ النادي الاهلي بالتسعه وان شاء الله باذن الله تعالى يجيب العشرة في بدايه البطوله الافريقيه، اولا بندعو الله ان ربنا يشفي بيترو موسيماني. انا مبسوط جدا من البدايه اللي بداها موسيماني مع الفريق، عارف يلم الناس كويس جدا حواليه وحاس في هارموني فيه كويس جدا مع اللعيبه. الموسم ده بصراحه يعني حاجه مختلفه جدا وليه طعم تاني بكده بيتس موسيماني، واللعيبه كلهم بصراحه بيأدوا بشكل رجولي ورساله يعني خاصه الكابتن الشناوي وكل اللعيبه بيظهروا باداء رجولي جدا. احب اوجه رساله للجهاز الفني واللعيبه بالتوفيق ان شاء الله والعشره ان شاء الله مع بعض. طبعا اولا بتمنى الشفاء للمدير الفني مستر سوماني وبتمنى التوفيق للجهاز كله واللعيبه بتاعتنا. طبعا الرساله هم عارفينها احنا تعودنا منهم كاعضاء لاعضاء ومحبين للنادي الاهلي ان هم يفوزوا على طول. احنا انا عن نفسي كل ماتش بقعد اتفرج وببقى نفسي يفوز وتعودت على كده. طبعا الحمد لله على النجمه التاسعه اللي خدناها، واحنا هنبتدي بقى لسه اول ماتش يوم الاربعاء اللي جاي، فان شاء الله باذن الله تبقى بدايه موفقه علشان ان شاء الله ناخد النجمه العشره على طول. الحمد لله احنا ربنا وفقنا واخدنا التاسعه وكان توفيق كبير من عند ربنا، وان شاء الله بدايه طيبه وان شاء الله بيبتدوا بدايه حلوه وجميله في السفريه الاولى ليهم ويرجعوا فايزين باذن الله. الف شكر لفريقي الصامد الباسل اللي لا يتغير مع الايام او الاحداث ولا يتاثر بها طبعا، وشكر للمدرب الجديد الجميل اللي مشرفنا وحقق معنا أهداف جميلة قدر يوصل بفريقنا لأعلى نقط لنادي الأهلي إن شاء الله. بس أول حاجة نبارك لنادي الأهلي على البطولة اللي فاتت، عملوا إنجاز تاريخي إن شاء الله، البطولة اللي جاية ياخدوها إن شاء الله. نادي الأهلي قادر، المجموعة اللي موجودة قادرة إن شاء الله تحقق نتيجة إيجابية للنادي.
طيب ده كان جانب من رسائل مجموعه من يعني محبي النادي الاهلي ومن اعضاء النادي الاهلي للعيبه النادي الاهلي. وطبعا هيكون في جانب ثاني في الجزء الاخير من حلقتنا النهارده، رسائل حضراتكم شخصيا وتوقعاتكم انتم شخصيا فيما يتعلق بمباراه النهارده. عوده بقى الكابتن شريف عبد المنعم اللي اثناء الفاصل كنا بنتكلم معاه وجاء ذكر موضوع كورونا واللي عاملاه في العالم كله، والى اي درجه ممكن الرياضه في العالم كله تتاثر بموضوع الكورونا. دايما انجلترا وايطاليا في مجال الرياضه وخاصه كره القدم او دلوقتي بقت معممه على جميع اللعبات الحقيقه، ف بيبقى لهم البدايات يعني، اذا كان هما بيرجعوا جماهير دلوقتي في نفس الوقت بيدرسوا الشكل الفيروس او الفيروس الجديد او في هيئه صحه عالميه اعتقد بيبقوا هم قريبين قوي من القصه دي طبعا. يعني عندهم معلومات، فيجي ممكن يقول لك ايه ممكن نتخذ الدوري هذا العام مثلا وان راوند اللي هو الجوله واحده وممكن يقول مفيش ارتباطات دوليه عشان حكايه السفر والحاجات دي وتنقلات، وفي نفس الوقت صعبه جدا. ليه؟ لان انت زي ما احنا عارفين كلنا الحكايه وراها صناعه صحيح رياضه يعني صناعه ضخمه واقتصاد وبيوت غير الانترتينمنت اللي حضرتك كنت بتكلمني عليها اللي هي الناس حتى على الاقل في الجو الشاحن ده لو عايز تقعد في البيوت يبقى عندهم حاجه يتنفسوا فيها يعني. ف عمليه صعبه جدا، القرار فيها بيبقى للناس اللي هي بتحاول انها ما تتضررش العالم كله، ده تضرر للعالم كله، يعني مش معقول هم هيوقفوا وانت هتقول لا انا مستمر. يعني صحيح. مش هتلاقي برضه في قرارات انت تقدر تاخدها. فاحنا باذن الله يعني نتمنى ان يعني الشهر ده او الشهرين دول يعدوا بقى يا رب بحلوهم بوحشهم يعني باي شكل باذن الله يعني، واحنا يبقى عندنا ثقافه برضه نتعامل مع هذا الوضع. يعني جينا في الصيف و طبعا وريحنا قوي قلنا خلاص الفيروس بيموت في الشمس، ادينا هنروح نقعد في الشمس كل يوم نشوف الدنيا ربنا يستر فعلا. بس قبل ما اروح مع حضرتك بقى للسؤال اللي جاي وهو التشكيل، انا عايزه اخد تعليق على التقرير اللي احنا شفناه، لان دايما ثقافه الجمهور او جمهور الاهلي تحديدا ان هو خلصنا التسعه يلا العشره، يعني الثلاثيه يلا عايزين الخماسيه، فهي دي او هو ده الفكر. ويمكن عمر برضو ما الجمهور ما بيحسش ان النادي الاهلي فعلا بيحقق له الطموحات دي، بالعكس الحمد لله كمان انا بشوف 2020 والشهور الاخيره فيها كانت خير جدا على النادي. فالثقافه دي برضو انا عايز اكلم حضرتك فيها، يعني هي باي نيتشر يعني الاهلي عود الناس على كده، اللي بيفوز عايز يفوز على طول كدا. اللي واخد على النجاح بالظبط، وهو ده الحلو انك انت على طول بتلعب للفوز بالبطولات، بتلعب للمكسب على طول، فعودت الناس على كده وانت اتعودت على كده وبقى الراعي الرسمي صانع البهجه الجماهير الاهلي والكوره في مصر. بس ده بيشكل ضغط اكيد برضو على اللعيب، ده ضغط عصبي، انت بتلعب بقول لك تحت ضغط عصبي رهيب، هترجع من الماتش ده هتقابل الزمالك نشوف المطلوب منك ايه؟ الفوز. صح طبعا، ما فيش عندهم يعني ماتش الاهلي والزمالك لما يتعادلوا يبتدوا يحسبوا لك الفرص اللي ضيعتها ويحاسبك عليها، فبتبقى عملية جميلة جدا انك انت مطالب على طول بالفوز. ولما بيحصل لك اي حاجة وانت بقيت في المصطف بتاع برازيل المانيا طبعا. الفرق هي الكبيرة اللي عشان تسمع ان هم اتغلبوا لازم تشوف بعينك، صعب قوي انك تشوفهم اتغلبوا، ازاي اتغلبوا دول؟ ايه اللي حصل؟ انت بقيت زيهم، صعب قوي انك انت تتحط بس الكلام ده كان حاصل حتى في المرحلة الزمنية اللي حضرتك كنت بتلعب فيها برضو نفس الضغط ده وفكره ان الاهلي بيدخل اي بطوله عشان يفوز بيها، اتربينا عليها واحنا اولاد صغيرين في الناشئين. ما ينفعش نخسر، ما ينفعش نتعادل، يعني ايه اروح العب بره واروح العب جوه واروح اعمل ماتش حبي او ما اكسبش مهما تحت الظروف مهما تحت اي حاجه. التيشيرت ده صحيح، التيشيرت ده مش هقول لك ساحر، التيشيرت ده بيديك مسؤوليه وانت بتلبسه كده وانت بتحطه كده على جسمك بتتحول تحول ل 80 مليون مطالبين منك بالمكسب، فانت بقى اذا كان امكانياتك 60% بعد ما بتلبس التيشيرت بتبقى 90%. طب كابتن شريف قبل برضو ما نخش على التشكيل، بما ان احنا اتكلمنا بقى على النقطه دي، ما تاخدنا كده برضو ذكريات حضرتك زمان قبل اي بطوله قويه وبطوله مهمه، برضو حضرتك كنت تقوس يومك ازاي؟ بتستعد للمباراه او البطوله قبلها ازاي؟
الاستعداد للماتش مش يوم الماتش او ليله الماتش طبعا، ده بيبقى قبلها بتلات اربع ايام، تلات اربع ايام مركزه جدا تتفرج على ماتشات. انا من نفسي يعني بتكلم عن نفسي، عندي فيديو كده وكانت حكايه، وبقعد على الارض حاطط مرتبه على الارض كده وفاتح الفيديو، خدت بالك وانا بقى اوضتي كلها صور ومش عارف ايه، لعيبه كوره وفنانين اوضه كده عامله زي اوضه الهيبز يعني، فكنت كده واقعد اتفرج على الماتشات بتاعت ارجنتين اورجواي البرازيل بيلعبوا كوره ازاي، هو الناس دي بتلعب كوره ازاي، ايه المميزات اللي فيهم، وانزل التمرين اقلد اعمل الزياده العدديه، امتى اعمل الباس، امتى اركز وابص اشمعنى الراجل ده مشهور وعالمي وكمان، طب ما انا كمان نفسي ابقى عالمي وابقى مشهور. فالاهتمام انك انت بالحكايه نفسها يوم الجمعه الماتش بتبقى احسن واحد في الملعب. خدت بقى زي ما انت بتقولي احنا هنلاعب فرقه نص نص وما اعرفش، انا هلاعب السويس مثلا، بيبقى رد الفعل عنيف قوي، يا بتتغلب يا بتتعادل. وبيبقى في دايما مساحه تبقى في رد فعل تفويقه يعني. ايوه انت كنت فين؟ ما كنت بتذاكر كويس وكنت عايش كويس وكنت ماشي كويس، هي دي الاساسيات. ده غير النوم بدري طبعا، يعني انك انت تنام بدري، ودي طبعا اتمنعت من الحياه النوم بدري ده خلاص، بقى الساتلايت في العالم كله بقت تنقل من هنا تروح هنا، تخش على افلام تخش عليها، وبقت متعتك. وفي البيت برضو يعني بتبقى قاعد في البيت الحقيقه وتبقى في كل حاجه منتظم، بس هو التوتر بيفضل عندك لغايه لما بنروح النادي الصبح ونقعد مع بعض نتغدى ونصلي ونعمل الاجتماع بتاعنا احنا كلاعيبه، ونخش على الاجتماع بتاع الفرقه. خلاص ابتهتت بقى الحكايه بجد بقى. اول ما بتلبس تيشيرت في الاستاد يجي التركيز بقى، الراجل المسؤول عنك اللي هو بتاع التدريب يديك، كان على ايامنا بقى عم فاروق عم حنبله يديك التيشيرت بتاعك ده تلبسه من هنا وتتحول، ما فيش، ما تبص لي في وشك وبصك ما اعرفكش، مسؤوليه كبيره قوي طبعا، الناس قاعده تتفرج عليك فوق، القاده بتوعك، مصر كلها بتتفرج عليك، عندك ساعه ونص حقيقيه، ايوه لازم تستغلها. هو ده اللي بيزعلنا احنا دلوقتي لما بنشوف كل النجيله في الساعه ونص دول بس، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. ما هي الساعه ونص دي صحيح، لا ملكك ولا ملكي ولا ملك الدنيا كلها، ملك الكيان كله اللي هو الاحمر اللي الناس بتتكلم عنه دلوقتي، وهم بيعملوا النادي الاهلي بنشكره على التسعه وعايزين ده كلام رد بقى عليك بالزبط. عودوا الناس على ان هم فعلا بيرفعوا راسهم، يقول لك انا اهلاوي، نعمه ان انا اهلاوي ليه؟ بكل الكيان بكل المؤسسه بتعمل على العمل واحد بس، اسعاد الجماهير الاهلاويه طبعا، بعد كده سعادة الجماهير المصريه. ما كانش فيه بقى سهر، ما كانش فيه الحاجات دي، في كل حاجه، بس كان كل حاجه في وقتها. أنا عايز أعرف بس ما كانش فيه ايامنا احنا سهر، الفرص اللي زي دلوقتي مفيش سهر، ما نعرفش احنا يعني ايه سهر. سهر ده يعني تروح تقعدي في الهيلتون مثلا شويه مش عارف ايه، بقولها لك نروح ناكل بيتزا، ناكل نبقى خارجين مع ناس اصحابنا كده، سهر شيك. ايوه ايوه مفيش، هو الزمن ده كله كان حلو قوي الحقيقه يعني. لا اسالي كريم بقى. طبعا تقابل بقى مع مفرداته كلها كريم من يعني صحيح. معانا صحيح بعض الفنانين لما بتقابليهم ازاي روح الحب والمحبه اللي بيننا وما اعرفش، شم النسيم مثلا يمكن ده هو كانت الخروجه الاعياد ازاي بتتجمعي ومن غير التليفونات بقى، احنا كان عندنا موبايلات ولا يعني وكنا بنلاقي بعض الصيف كله تلاقي نفسك في المعموره والمنتزه ايوه كله بيقابل بعضه كده صح. احنا هنا لما بنيجي بعد ماتش ولا حاجه ننزل نلاقي نفسنا برده في مكان احنا متعودين عليه كله من غير ما نكلم بعض في التليفونات، الناس عارفه ده بيروح فين وده بيجي منين طبعا. فكان في متعه وكانت الدنيا مش غاليه طبعا. كانت الدنيا باللي بيجي لك تقدر تعيش بيه كويس قوي، فالدنيا بتتطور بقى يعني. طب طالما الهواند خدتنا بقى للزمن الحلو الراقي ده، هل حضرتك لاحظت ان في اختلافات في مستوى الفرق الافريقيه تحديدا في الزمن اللي حضرتك كنت بتلعب فيه بالمقارنه بدلوقتي؟ يعني هل في فروقات ولا برضو الفريق اللي كان قوي وقتها ما زال قوي الى اليوم اللي احنا فيه؟ لا احنا على ايامنا احنا كان في فرق معانا قويه جدا بنتكلم على المحله دلوقتي، ونقعد نتكلم على فرقه المحله دي خدت الدوري سموهم الفلاحين هم، تفضل تعد في اللعيبه بتاعتهم مش ممكن تاخدش، لازم الفرقه دي قلنا تتاخد كده زي ما هي كده تلعب بيها منتخب مصر، شوف قوتهم بقى وشوف جمالهم وشوف الـ الوقت العصب ده. طب انت فين؟ الزمالك فين؟ اسماعيلي اسماعيلي فين؟ الانديه الكبيره الشعبيه دي بتاعت اسكندري المصري والاتحاد والمصري كل دول اللي هم المنصوره كان بيتاخد منها خمسه سته المنصوره في طبعا
في الـ طب وإفريقية هل في فروقات بين قوة الفرق الإفريقية وقتها بالمقارنة بنفس الفرق حاليا؟ كان عندك نيجيريا، كوت ديفوار، والكاميرون، كاميرون زي ما هم الناس دي، السنغال طبعا، دول ماشيين نفس جنريشن، نفس بيتصاعدوا بقى اكتر. ايه التصاعد اللي حصل؟ ان هم بقوا على طول على يوروب ومحترفين اكتر، واللي بينزل من عندهم بيروح اللغه الفرنساوي الانجليش، الاحتلال الفرنسي الاحتلال الانجليزي اللي كان ماسك المناطق دي كلها، على طول في تعامل على انجلترا، على فرنسا طبعا، على برتغال، على اي حته تانية. ففي عندهم تفريغ دلوقتي حاليا اقوى من زمان. زمان جورج وايا مثلا، جورج وايا ده رئيس ليبيريا دلوقتي، لعيب كوره وبقى رئيس ليبيريا، خد احسن لعيب في اوروبا مرتين ثلاثه. فكان فيه هناك اداره اتزرع لهم بسرعه كده حاجه اسمها مدير اعمال. احنا ما كانش عندنا الكلام ده خالص، لا عندنا احتراف. انا اتعرض عليه اربع خمس مرات احتراف، لو عندي مدير اعمال كنت سافرت. ما عنديش مدير اعمال، مدير اعمال انا هنا النادي، هو اللي يقول هو اللي يقول لا، هو اللي يحدد لك انك انت منتمي لهذا. مضيت استماره كده واحده كده صغيره كده فيها العيش العمر كله، انك انت تابع لهذا الكيان العمر كله وانت محظوظ ومش واخد بالك. تحلينا ان احنا كنا محظوظين ومش واخدين بالنا نعمه الاستماره اللي احنا مضيناها. هو مثلا الصناعه دي كان صناعه الرياضه برضو اختلفت اختلاف كبير جدا طبعا على مستوى كمان العالمي مش المحلي فقط. بس نلاقيه اللي انا هوند اللي كنا نلاقيه لابس جزمه أديداس والكلام من ده ما نسيبوش. جاب الجزمه دي منين؟ طيب كابتن شريف، انا هختم حضرتك بقى بسؤال التشكيل وتوقعات حضرتك. التشكيل باذن الله الشناوي، محمد هاني وبنون وأيمن أشرف ومعلول، حمدي فتحي وديان كهربا ومحمد طاهر، في واحد واقع مني راح فين، ومحمد شريف. محمد شريف ما عدتش مع حضرتك كده، عشرة كده، عشرة في واحد أي حد بس أنا معيشة الفرقة اللي رايحة هناك مين يعني. فهو ناقص واحد اللي هو أكرم جنب محسن مثلا، أكرم صلاح محسن، صلاح محسن. برافو عليك. فهما دول الفريق اللي اعتقد اللي هو يقدر يحقق لك اللي انا وانت والجماهير كلها نفسنا فيه يعني. يا مسهل يا رب. كابتن شريف نورتنا بقى، نشوفك في القناه لازم. ها يا رب تطلعوا الساعه 12 بدل 10 ده يبقى مش صباحي كده، يبقى مساء الخير. تاخدوا ده وده. حضرتك نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله تستمتع بمشاهده مباراه قويه يعني ينتصر في نهايتها النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب دايما كده مع بعض، والشوكو دايما يبقى حلو علينا كده ان شاء الله. هنروح فاصل سريع جدا عشان نرجع نلحق بقى مع حضراتكم، يعني الرسائل اللي بعتوها، وتتوقعوا كمان ان شاء الله النتيجه النهارده هتبقى كام، والرساله اللي بتوجهوها للفريق. سريعا جدا بعد الفاصل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. كنا سالناكم في بدايه حلقه النهارده توقعاتكم بالنسبه لنتيجه مباراه الاهلي وصنديب، ولو حابين تبعتوا رساله كمان فيها تشجيع للنادي الاهلي. والحقيقه يعني من الحاجات الملفته للنظر كتير ان هم كتير، مش بس كده، بتكلم على التفاصيل. توقعات عاليه دي نقطه، النقطه الثانيه ارضيه الملعب بتثير كتير من المخاوف. يعني حته ارضيه الملعب دي هتلاقيها متكرره لما نبتدي نقرا، هتاخدي بالك بنفسك. بس فعلا انا لاحظت ان ناس كتير توقعاتها عاليه جدا. في ناس قالت 6-0، في ناس قالت 4-1، حاجات زي كده. خلينا نشوف. محمد رأفت بيقول اتوقع الفوز ان شاء الله ان شاء الرحمن 3-0، وعايز اقول للاعبين 11 راجل في الملعب العبوا بروح الفانيلا الحمراء من بدايه حتى النهايه. عبد الله ابو بكر بيقول ان شاء الله الاهلي يفوز 1-0، هو ده اللي كنت بقوله لك، في ظل ظروف الملعب اللي مش كويس. صح. ومحمد احمد بيقول يا رب نطلع باقل خسائر لان الملعب شكله صعب جدا، وان كانت النتيجه احنا قادرين نخلص في القاهره وربنا يسترها عليك. احمد نخلص في القاهره. حلو. احمد السيد صباح الخير، توقعه برده 4-0 ان شاء الله. احمد سمسم صباح الخير على افضل برنامج صباحي وعلى اجمل مذيعين، مشكورك يا ابو حميد. توقعاته 2-0 للاهلي وربنا يستر من الارضيه والاصابات. ومصطفى عبد الراضي بيقول برضو 2-0، وان شاء الله مباراه العوده نعمل فيها سكور اكبر من كده. وكريم السيد برضو 3-1، وبيقول ربنا يستر من الاصابات عشان شكل ارضيه الملعب مش مطمئن.
سحر محمود ان شاء الله الاهلي 4-0، واحمد نصر ابو مريم بيقول ان شاء الله النتيجه تكون 2-0 للنادي الاهلي وربنا يكملها على خير واللعيبه كلها تطلع سليمه من الملعب ده. محمد جمال باذن الله طبعا يعني، بس هي حاجه مقلقه اكيد طبعا. محمد جمال برده 3-0، واضح كده ان لحد دلوقتي التوقعات ما بين 3-0 و2-0 3-0، وبيقول للعيبه الرساله ان يستمروا بنفس الروح والعزيمه دي مع موسيماني عشان نحقق العاشره باذن الله. محمد رمضان بيقول 2-0 وبيتكلم الظاهر هنا عن مين هيكونوا رجال يعني او مين اللي هيجيب الاجوال، بدر بنون ومحمد شريف. عبد الله ماجد بيقول ان شاء الله فوز النادي الاهلي 3-0 وبيقول عاش ابطال افريقيا العشره يا اهلي. وحامد جوده باشا بيقول الفريق اللي واخد التاسعه، بص المنطق بقى اللي بعد دي والله العظيم بيقول لك ايه، الفريق اللي واخد التاسعه ياخد العشره. صحيح، وده منطق قوي، كلام برضو صحيح. سليم جدا. اسلام عدلي الاهلي يفوز 3-0 برضو، شفت بقى في اجماع هنا بس مين المعلق. وعلي نصار صباح الخير ان شاء الله يكسب 4-0. ومحمد فؤاد النجار 5-0، لا ده في زياده بنعلى اهو. وطريق العشره باذن الله. النبيل رجاء بيقول متوقع فوز الاهلي 2-0 ان شاء الله، الاهلي دايما عظيم ومعودنا على الانتصار، العشره يا اهلي. مصطفى مجدي سريعا 5-0 وبيتوقع تألق كهربا. حماده حبيب بيقول ان هو 1-0، ده اول مره بقى حد يتوقع هذا التوقع. هاني عبد السلام يقول برضه 2-0 ويا رب يشفي كل لاعبينا امين. طيب رجعنا بقى للخمسات مره ثانيه. احمد سامي احمد بيقول صباح الخير عليكم، الاهلي هيفوز بخماسيه يا رب. وابو عبد الله بيقول ان شاء الله الفوز الاهلي. علي فراج عبد الصادق بيقول ان شاء الله 3-0 واللي هيجيبوا الاجوان محمد شريف، حمدي فتحي وكهربا. خالد جمال 4-0 للأهلي، أحمد محمد 3-0، وعلاء محمد 2-0 برضو نفس الأرقام تقريبا كومن في معظم التعليقات. إسلام محمد بيقول 3-0 للأهلي إن شاء الله، محمود أبو روان 1-0 للأهلي، وأحمد أدري بيقول 4-0 إن شاء الله للنادي الأهلي. إحنا كان المفروض نعمل عارف إيه بقى؟ رهان اللي كان هيتوقع النتيجة صح والله كنا نقدم له مثلا برضو تي شيرت الأهلي ولا حاجة، نعمل كده في الماتش الجاي. كنت لسه هقول لك نعمل كده في الماتش الجاي 10 الصبح في الأهلي، يقدم تي شيرت للفايز، ممكن نعمل كمان أكتر من فايز اللي هيتوقع نتيجة المباراة. بس نصعبها بقى، مش بس النتيجة، النتيجة ومين اللي هيجيب الأهداف. حرام عليك كده ما حدش هيكسب. خلي بالك إحنا عندنا شوية مشجعين في التحليل وفي التوقعات ما اقولكيش. ماشي. نادر محمد علي بيقول 3-0 للاهلي، محمد بركات 3-1 للاهلي. ايه الواحد بقى ده؟ مش حلو الواحد ده. لا 3-0 احنا ظابطين نفسنا على 3-0 وانت طالع، لكن الواحد ده مش مطلوب. احمد مصطفى 4-0 للاهلي، واحمد فراج 3-0 للاهلي باذن الله. محمد مارلبورو 7-0 7-0 للاهلي، طب قول يا رب. ماشي. بسام ابو مكه 3-0، ايمن محمد 3-0، ابراهيم السيد 2-0. ومحمود عبد المحسن ان شاء الله الفوز بثلاث اهداف، محمد شريف علي معلول كهرباء. برضه محمد شريف وكهرباء على فكره في كومنت كتير. محمد اسماعيل مصطفى اسماعيل ان شاء الله فوز الكيان 2-0، وكريم محمد 3-0 برضه نفس الارقام. انا عندي بقى المره دي 2-0 ثابته. ياسين سيف الشاويش بيقول 2-0، ومحمد شاهين بيقول 2-0 كهرباء، هيجيب جون منهم باذن الله. احمد طارق هنا مختلف بيقول 1-1، دي اول مره بقى التوقع ده نشوفه. اسلام الاهلاوي بيقول 3-0 باذن الله للاهلي، اهلاوي جدا جدا. ابراهيم مغازي هو كمان بيقول 3-0 للاهلي، ومحمود جمال بيقول فوز الاهلي 2-0 ان شاء الله. مصطفى 74 بيقول 2-0، ويوسف يوسف 5-0، لا 5 دي برده مش كتير قالوا. محمد محمود عزب بيقول ان شاء الله يكون يوم جميل و2-0 للنادي الاهلي. طارق بيقول 3-0 للاهلي ان شاء الله، وكريم السيد بيقول 3-1 للنادي الاهلي. طيب اخيرا بقى احمد السيد، في البدايه شكرا خاص لقناه الاهلي العظيمه على اذاعه مباراه الاهلي في كره القدم وفي كره السله، شكرا ليك، وان شاء الله نتمنى الفوز الاهلي في كلا المباراتين. اما بالنسبه لتوقعنا ان شاء الله الاهلي هيفوز 4-0. كلام جميل. طب احنا بقى ما نختم بتوقعاتي انا وانت. طبعا عايزه بس قبل ما نروح التوقعات، بصوا استحضاراتكم في ناس كتير جدا. بس انا مش عارفه ليه فقره السوشيال ميديا صغيره، نحاول من الاسبوع الجاي ان احنا نطول الفقره دي شويه علشان فعلا نلحق ان احنا نقرا كل التعليقات اللي بتيجي. توقعاتك يا كريم. انا بقول ان شاء الله ولا أيوة. يكتر على الله. ايوه وعينك كده، عين مقفوله وعين مفتوحه. ايوه 3-0 كده ان شاء الله.
3-0. المخرج بيقول 1-0. انا رايح بالطموح لثلاثه. انا اقول يعني بصراحه انا حاسه 2-0. ماشي هنشوف. نوت باد. مش وحش. طيب احنا بنشكر مين فينا هيختم؟ زي ما انت عايزه. حابه توزعي الادوار حضرتك ولا نعمل ايه؟ يعني دلوقتي اتورطت في الختام ولا تحبي انت فكرك؟ انت شايفه كده؟ طيب حلقتنا خلصت. دي كانت حلقه نهايه الاسبوع. ان شاء الله يوم الاحد الجاي باذن الرحمن نبتدي معاكم حلقتنا قبل النهارده. لا غيرت بقى المره دي على سبيل التمويل. نبتدي مع حضراتكم حلقتنا بالتهنئه ان شاء الله بعد ما نحضر كلنا ونشهد على انتصار الاهلي باذن الرحمن في مباراه النهارده. يا رب كل التوفيق للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري. ونشكركم على حسن المتابعه لحلقتنا. احنا هنكون في النادي لو حابب تيجي بعد الراديو بتاعك. للاسف ان شاء الله. شوف حضراتكم الاسبوع الجاي باذن الله.